استاذ عبد الرحيم من اسيوط، اتفضل. من سوهاج عبد القادر احمد يا استاذ، الله يبارك لك. استاذ عبد القادر من سوهاج صح؟ مركز المنشاه، مركز المنشاه عبد القادر سوهاج المنشاه، احسن ناس على فكره. مجلس المحلة بتاع الدورات، أنا رجل مواطن، مواطن يا أستاذ الله يبارك لك، وتحاول تفك لنا المشكلة دي، لي 7 سنين. أنت فوق دماغي. مقدم على عداد مية. أيوه. اللي ماسك التنظيم في مجلس الدورات فاهمني زي الله أعلم بظروفه، يعني فاهمني زي المواطن اللي معاه ماديات يخدموه، الراجل اللي ما عندهاش يضربوه في الجزر. 7 سنين مقدم على عداد مية؟ اقسم بالله زي ما نكلمك، اقسم بالله زي ما نكلمك. اقول لك المكان، يعني اصلا انا مواطن مثلا مش مقتدر نبني فيلا زي فيلا الشيخ زايد مثلا. بقول لك ايه، انت عايز تدخل عداد ميه في شقتك ولا ده فين ده؟ في بيتي، في بيتي. في بيتك من 7 سنين؟ لي والله لي 7 سنين، والملف مقدم فوق ال20 ملف عند بتاع التنظيم ده اسمه قاسم. الوحده المحليه الماركه تبع الدورات. هو في سؤال برضو، يعني انا على قد معلوماتي ممكن تكون غلط، وصلح لي يا استاذ عزيز. لا لا لا، انا بقول على معلوماتي، انا بتكلم على نفسي. ماشي حتى بي. يعني لو انت البيت ده مخالف، مبني مخالف؟ لا يا بيه لا، ما فيش يعني مخالف ده على فكره يا استاذ عزيز، عشان استاذ عزيز بيقول لي اساله مخالف ولا لا. لا لا، ده حتى لو مخالف بيعملوا لهم ممارسه وبيقول له تعالى، لان انت كده كده موجود، انما الراجل ده هو بيقول لك انا مش مخالف. يعني في اي بتحت اي بند هو بقاله 7 سنين بيطالب يتركب له عداد ميه؟ طب هما بيحاسبوك على الميه ازاي؟ بيحاسبوك على الميه ازاي؟ لا بنعمل من الجيران يا استاذ الله يبارك لك. يعني انت عايش على الميه بتاعت الجيران؟ اه والله ربنا يخليكم لبعض، يا ريت والله. فؤاد المشكله دي الله يبارك لك فاهم. حاضر، دي مشكلتي انا بقى، دي بتاعتي انا. الله يخلي لك اولادك يا رب فاهم، وشوف لي مين المسؤول. أمين. على مستوى فؤاد يا حاج، دي مشكلتي انا. خلاص الله يبارك لك ويطول ربنا لك عمرك يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبي. من اسنان الملف. حاضر. من السنه اللي عدت عندي. حاضر، بشكرك. ملف التقديم من شهر 11 اللي عدت السنه اللي عدت. حاضر يا حاج عبد القادر، عينيا الاثنين، وسامحني انا اللي بعتذر لك. بشكر حضراتكم والى اللقاء.